من يقرأ منكم العبارة؟ أنا ما شاء الله. اقرأ يوسف العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى جمعنا على كلمة التوحيد فلنجعل منها توحيد الكلمة. إنما نحن أمة واحدة نؤمن برب واحد والله تعالى وبكتاب واحد والقرآن الكريم وبرسول واحد ومحمد عليه الصلاة والسلام ونصلي إلى قبلة واحدة هي الكعبة بيت الله الحرام. ما شاء الله ما شاء الله. قرأت العبارة بأسلوب جيد. ما شاء الله. أيها الطلاب الكرام، كما تنظرون في الكتاب أن هذه الكلمة كلمة تاريخية للشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله تعالى عن وحدة الأمة ومحبتها وأخوتها. ما أحسن كلاما صدر عن لساني، فلذا يجب علينا أن نجعل منها توحيد الكلمة، لأننا نحن أمة واحدة ونؤمن برب واحد. أستاذي، أنا أطلب السؤال منك. نحن نشاهد في العصر الراهن اختلافا كثيرا بين العلماء وعامة الناس، وماذا نختار موقفا عند اختلاف الأمة؟ ما شاء الله، هذا السؤال مهم. ما شاء الله. أيها الطلاب، اعلموا أولا أن الاختلاف بذاته ليس بقبيح، وفي بعض المواضع يكون حسنا. استمعوا، أن التمييز بين الحسن والقبيح أمر صعب، فلذا يجب علينا أننا نتمسك بمنهج العلماء الصالحين المتمسكين بالكتاب والسنة. يا أستاذي، ما أحسن هذه الوصية القيمة التي تنفعنا في حياتنا العلمية والعملية بإذن الله تعالى. بإذن الله، غدا نستمع إن شاء الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، كما شاهدتم مناظر الطلاب القدماء كيف كانوا يتعلمون بشوق ورغبة ويبذلون جهودا جبارة، ولكن أجتزئ في هذا المقام أن نعرف شغل طلاب القدماء كيف كانوا يقضون الأيام. الآن أوجه السؤال الأول إلى الأخ محمد معاذ، ماذا شغلك بعد العشاء؟ أنا أتعشى بعد العشاء، ثم أراجع الدروس، ثم أنام مبكرا وأستيقظ مبكرا، وبعد ذلك فأصلي صلاة التحجد وأقرأ شيئا من القرآن الكريم، وبعده أشتغل بمطالعة حجة الله البالغة وإحياء أم الدين والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أوجه السؤال الآخر إلى الأخ محمد رضي الله، ماذا تعمل بعد التخرج؟ أسعى كل المساعي أن أشيع العلوم الدينية وأسلك الحلال وأجتنب الحرام وأدعو الناس إلى الخير والصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساتذتي الأعزاء والناظرون الكرام، كما عرفنا أن هؤلاء الطلاب القدماء كيف كانوا يقضون الأوقات، وماذا أهمية العلم وقيمة الزمن عندهم،
ما شاء الله كلهم جميل جدا، زادهم الله شرفا وكرامة وعظمة وهبة. وبعد ذلك أن أقدم إليكم دور الطلاب في الزمن الحاضر، فلذا ألتمس منكم أن توجهوا إليهم بعناية خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله. هل هذه الحصة خالية؟ لا لا، سيحضر الأستاذ إن شاء الله تعالى. ما هذا؟ أي درس كل اليوم؟ يقول الطبيب إن الدرس كل اليوم يضعف العقل والجسم. هذه السجل، هذه السجل، هذه السجل. محمد معاوية، محمد أسهد، محمد رضا الرحمن، عبد الرازق، محمد غفران، محمد طلحة. قم. أين كنت إلى الآن؟ لماذا تأخرت؟ هل كنت تبيع الخضروات؟ كما يدل عليك الحال أنك باعي الخضروات. لا تتخذ الفصل لهوا ولعبا. لا لا يا شيخ، أنا طالب مجتهد. اجلس بسرعة، طالب مجتهد. قدموا الكتاب.